هذا عيش الكفاف المرير هي أنموذج من الكفاح الأمثل ضد الفقر وشظف العيش في منزل يذكر فيه اسم الله دوماً ثم الحمد لله. من كل منزل يتماثل الناس في رفع الشكوى متجاوزة شجاعة تتجاور مع غيرها من أمهات تكلى. أيقونة الرحمة. لكل شجاع ولكل إنسان محترم كرامة، لذلك أطلقت الشرقية على أصحاب المبادرة المحترمة اللي رفعت راسنا، هم أكرم كرماء الأرض أمثال أم محمد ودنيا. كلكم تتذكرون أمنا العزيزة أم محمد اللي قدمت خبز العباس للمتظاهرين بكل بساطة ولكن بكل حمية، راحت وتعنت ووزعت للمتظاهرين. إذن إحنا بدورنا كان لازم نزورها، فعلا رحنا وزرناها وقلنا لها شكرا جزيلا على موقف البطولي. تعالوا نذكر أنا وياكم شون زرناها وشنو صار الحوار وشون كان الاستقبال. جاءتها البشرى، حملت نشرات الأخبار على الشرقية نبأً صيرها نجمة. وجه البزازة بتكريم أم محمد بعد ساعات من مبادرة أخرى مماثلة للسيدة دنيا بائعة المناديل، وتحدث البزازة مع أم محمد موزعة خبز العباس على المتظاهرين خلال برنامج كلام الناس، مشيدا بدورها في الوقوف مع المتظاهرين لتكون بحق أيقونة الرحمة وأخت الشهداء. بعد هاي المحاولات والبحث وسألنا الناس عرفنا أن هذا بيت أم محمد العزيزة. شوف رغم بساطة بيتها ووضعيتها بس هي كانت أكرم كرماء الأرض. أم محمد السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. أهلاً شونج. أهلاً وسهلاً. اللهم صل على محمد. مرحبا. شونج شونج ماما أخبارك؟ أم محمد هلا شونج أخوي الغالي. أنت شنو أنت ها؟ الله يعزك، الله يكثر من أمثالك. تدرين صارنا شقد ندور عليك؟ صار 3 أيام ندور ومن مكان لمكان. بالعكس، بس شون رحتي منا لهناك؟ والله أنا أخذت تاكسي. أي رحت اتفقت ويا بنية من أهل الدورة. زين. أنا أخذت 6 طالات مالت مي وهي طلعت 6 طالات مالت مي وهم صمون وخلص عقدي بهاي الشغلات. التاكسي نفسه من الدورة أخذني، قلت له وصلني وين النفق مع الباب الشرجي. نعم. ظلت أريد أوصل للمتظاهرين، المكان مقطوع زين والعلاليق بها أكل وهذا فثقيل علي. سيارة الاتحادية قالوا إحنا شوف السيارة. بعدين تظاهرين الله يعطيهم العافيه قالوا لي احنا نساعدك، هم يعني رجال بجدي واحد اصغر خطيه شالوا صمادق حقلوهن وياه وانا شلت الباقي وحسوا لي شايل بطل وتجهنا مشي مشي احنا لسه ما لقينا تظاهرين. وين راحوا؟ كانوا يقولون تظاهرين بساحه الطيران. رحت قلت له حسوني خلينا نقعد الجبن ما فتحنا خلينا نخليه مثلثات طبعا خلينا باللفات وهذا ورا شويه. قالوا هسه الساعه 3 ضبط في راح يتجمعون تظاهرين. تجمعوا ورحت انا قمت منادي هاي الكلينس وهيك شفافي قلت لهم ماما انطوا هاي خذوها خاف يضربكم هاي مسيل الدماغ. اي فهناك جالي ولد شاب قال لي تعال قومي لان جو راح يصير مشكله. دخلت بالفرع هنا عاد صوروني. انهم يسعون الى حياه افضل، فقد تعب اباؤهم الذين دفعوا فواتير حروب تلد اخرى، ومن بينهم من قضى حريقاً أو غريقاً مثل هؤلاء الذين تحتفظ أمهم الثكلى بذكراهم على شجرة. طبعاً هذا عندي شهيد، يعني هذا ابن محمد
رحمه الله. هذا نقد اخوه من الغرق وهذا نقد راح وياه. لو شوفوا هذا الشاب الحلو هذا 2003. لا لا هذا اساس هذا كان الشمعه اللي تلوي طريقي وهذا العكازه اللي اتكى عليها. صار سنة ونص وأقول هذا قضاء رب العالمين والحمد لله والشكر وسأنا وحسوني نا عايشين. يعني هذا قاعد ينقذ هذا و... ومدور دور بالشرط يدور يدور. يمتى هاي؟ مو هذا رمضان الفاتر رمضان قبل بوفة يوم نفسه. والله وقاعد يدحض الفطور ويجوا يقول جهزت نفسي. الحمد لله والشكر ما نهب الحمد لله والشكر على حاله. هذا أرشيفها اليومي. فعلت ما بوسعها لنصرة من هم بعمر أولادها الغرقى. يساعدها وليدها الذي يشاطرها العيش بهمة وحمية. قاعدة أسوي فطور الناس تدري بالحادث ما حد يجي يقول لي خابروني قالوا لي لسه وتسوي فطور تاني جاري يجون هسه يفطرون وياي. من يعني مشت والله قاعدة بوحدي ما قالوا لي لأن أنا وحدي ويقول لي هيك خبر ما يقدرون يعني ما أدري أموت بيجي يصير بي ما قالوا لي. والله أنا وحدي يعني كأم قلبي حس بقيت أقوم أسوي فطور ما أقدر أقوم أوقع أخر شيء مثل شو أبلغ ما علي قبل لا يجي الخبر تقريبا يبدأ حساس أم إيه قلت أنا هاي كيف لوزة بعضاني احتمال حساسية الصدر مدار أتنفس هيك يعني حسيت إجا جابوا الخبر طبعا رحت بغير وعي ما حد لا صرخيت لا شقيت ثوب مثل الناس وين تسمع الخبر ظليت يعني عيوني مفتوحة وأريد أروح قالوا بطبع عين أدلي وأنا أقول حق لك قام أدلي فاتحة منصوبة والناس وهذا وأنا في الساعة بوعد الشارع أقول هالسيد لا راح أموت إن شاء الله تفضل عبودي مثل عيناتك. أنت رحت ويا والدتك ها ووزعت خبز العباس ها طالع حطية من ال هذا النفق لحد ما وصلنا للمتظاهرين عشان الصندوق ما تلقى. أبوكم وين؟ أنا من فصلة. ها بس أنتي و. بس أنا كنت و... أنا ولدي كان توفى بقينا أنا وحسوني. أنتي وحسوني. عايشين. شلون شنو تشتغلون؟ والله حاليا ما عندي شغل. شلون عايشين؟ والله عايشين ما يسعى راتب. عندكم راتب؟ آه لا أنا حد البارحة أنا بالحد البارحة بالرعاية إيه رحت قلت لهم ها سويت وما سويت كل ما أروح ما أكل كانوا يقولون بعد الشهر قلت لهم هاي الشهداء كلها وهاي المصايب كلها اللي يجي بعد الشهر قلت لهم اللي عرفة أنا هنا طقت روحي صراحة اللي عرفة الشهر 30 يوم هذا شهركم كم يوم أنتوا ليش أنت راجعتي هواي؟ 5 سنوات على صار من فصلة لا تراجعين على الراتب من 5 سنين؟ أيوة. ولحد الآن ماكو الله يعينك وهذا هذا المكان شنو ايجار شنو هذا والله هذا انا متجاوزه متجاوزين اشترى شخص قاعد يبين قبلي فباع لي بيها باع عباره عن هيكل يعني لا جامع لا مي لا كهرباء سحبت كهرباء سوى ايجار سوى هذا اخت فاتن نعم احنا سالنا عليك وندور نريد نوصل لاختنا العزيزه نقول لك مبروك وهذا ما الا هو شيء طين ما هذا الا شيء بسيط والله يغنيك والله يوفقك والله يحميك يحمي الجميع ان شاء الله يا رب تحمي العراقيين من كل شر ومن كل سوء وتحمي استاذ سعد البزاز استاذ علي الكادر الشرقيه كلهم يعني من صغيرهم الى كبيرهم يا رب العالمين وكل انسان يسعى للخير كل انسان يحب وطنه كل انسان شريف هو يا رب العالمين يحمي من كل شر من كل سوء هاي دعوه امراه قلبها مكسور ان شاء الله هو رب العالمين جبار الحلو امين يا امين رب العالمين أطلقت الشرقية عليك وعلى دنيا وعلى أمثالكم أن أنتم أكرم كرماء الأرض وفعلاً أنت كنت أكرم كرماء الأرض بهذا الموقف أنا لو ما النت انقطع أنا حشمت البنات على الفيس على مودي طبخون؟ قلت لهم سووا لفات وماي قالوا أبو بعيد قلت لهم أنا أودي مشكورة سلامي خاص الأستاذ سعد الله يعزك يعني خاصة بالسلام كنت أتمنى أشوف شكلك الله يعزك ما شايفته أنا العراقيين كلهم يسلمون عليك بعد قلبي أنت رحم الله والديك ألف سلام أنا أسلم عليهم كلهم وأنا أختهم أمهم اليوم وباكر وعقب ما أبخلش وقت ما أرض العراق تحتاجي أنا هاي رقبتي إلها ضمن سياق لنصرة ضعاف الناس سمعت صوتا أسعدها هتفها مباشرة راعي الفقراء سعد البزاز السلام عليكم
عليكم السلام ام محمد. شلونك استاذ؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله انا بخير، ما طول وصلت لك، ما طول سمع صوتك، واطلب من رب العالمين يخليك يطول عمرك ان شاء الله، يحميك يا رب العالمين. وأنا شاكرة 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 والله، ولساني عاجز عن الشكر اللي فكرت بيه. على راسي كونك الرحمة بالعراق، انت رمز المحبة والغيرة بالعراق. رحم الله والديك، والله أشكرك اللي وقفت ويا الشباب المتظاهر اللي ضحت بأرواحها، بلسمت جراحات الشباب، اللي كنت رمز الغضب العراقي والدفاع عن الحق. وفرودنا نحبكم ونوقف وياكم وبكل قوة. والله وقفت وما قصرت. شباب العراق اللي سقطوا ريدة وضبا في شوارع العراق. الحمد لله. فأنت أيقونك الرحمة كما كانت الدنيا أيقونك الغيرة والرحمة. أشكرك. أشكرك أستاذ. الله يخليك ويديمك ذخر إلي والكل إنسان محتاج. والله تدش أستاذ ولا وقاطع كلامك، يعني أنا صار لي سنين، يعني أستاذ علي الخالدي يقول لي أم محمد أنت إيش محتاج، تعرف أنا هالكلمة ما حد قايل لي إياها، تعرف سنين ما حد قايل لي شو محتاجة، سنين ما حد داق بابي هاي الدقة، أنا صار لي 6 سنوات قاعدة بهاي الخرابة، ما حد إجا قال لي والله رجال الجهل على قدر حياتي، لا تحدي ثقيل وسان وحسوني، ما حد بادر هاي المبادرة، كنت أتمنى واحد مسلم مسيحي كافر أي واحد إنسان يتمثل بس اسمه إنسان يجي يدق الباب، يا المرأة يا مسلمة أنت شنو محتاجة؟ أنت شكل تشرب تشبع، ما حد. هذا اللقاء اللي صار ويا أم محمد، رحنا شفناها قاعدة في مكان يعز علينا إن احنا نشوف هذه الشجاعة اللي تمثل كل العراقيين بهذا الشكل، مكان يخر عليها ماي بالشتاء وحار بالصيف تشينكوة، وبالإضافة إنه هو تجاوز. أم محمد فقدت 2 من ولدها أطفال غرقوا بالماي وراحوا، رغم هذه المآسي والمعاناة ولكن هي شجاعة، هي مثلتنا، هي كريمة. أم محمد قدمت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 5 سنوات واليوم اكو ما طلع لها راتب، لذلك هي كانت أمنيتها أن تعيش عيشة كريمة حالة حال البقية ويصير عندها راتب من وزارة العمل همها حالة حال البقية. لذلك احنا اليوم نعاود مجددا بخصوص أم محمد لإيجاد مكان يأويها هي وابنها من الحر ومن البرد يليق بامرأة محترمة مثل أم محمد. فاليوم احنا راح نروح ندور لها على سكن ونأثث هذا السكن، وبعدها نروح نقلها تعالي لهذا المكان والله يحميك ويكثر من أمثالك. تعالوا ويانا ونسألكم التوفيق. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله المدخل حلو. ها وين الشقة؟ والعمارة نظيفة وعلى الشارع العام. هاي الشقة، ها هو الطابق فيه 3 شقق. ممتاز. على شنو الدخول؟ باليمنى. ونصلي على محمد وآل محمد. بسم الله. هذه الصالة، ها؟ وهذا الغرفة مال النوم. وهذا المطبخ. اي ممتاز. اي هسه احنا شنو راح نسوي؟ احنا بصراحة الشقة نظيفة، مع هذا لازم نتدخل بأدق التفاصيل اللي احنا مثلا نشوف اذا اكو فد مكان نحتاج نعدله، ممكن نصبغه، ممكن نرتبه. فاحنا راح نظل متواصلين هنا حتى نسوي لنا تعديلات
بالمكان ونستعين ونخابر شباب يجون يلتحقون بينا، شغلتهم ان هي شلون ممكن حتى بعدها نروح نأثث. شغلة بسيطة سهلة، لا بها صعوبة ولا بها شيء، والصبغ هم الخطة مالتك شفتها سهلة، مو مثل ما يعني. لابد من إجراء مزيد من الإضافات والتعديلات. أنا أشوفهم يقولون مثل الصباغ، جيب الصباغ وريد نصبه على أساس إن هي فت صعبة، سهلة بسيطة شوفوا. ها ولا ما دبرتها شو تقول؟ لا ما يراد يعني مرة مرتين ها خبرة يراد. هلا عمي شلونك؟ استاذ علاق. ابو منو؟ ابو شاف. علاء ابو شاف. تشتغل هنا؟ اي والله اشتغل. ما شاء الله ما شاء الله. سوف يكون التأثيث ملائما لعيش لائق يضمها مع من تبقى من أولادها. احنا نريد لنا غرفة حلوة، عندنا أمنا وأختنا عزيزة أطلقنا عليها بنت الشرقية أم محمد، وقاعد نأثث لها شيء يليق. نريد لنا يعني فد أثاث زين، تخم زين، غرفة زينة. على الغرفة ترهم ذيك؟ ترهم ذيك الغرفة. ايه ممتاز. وتصدق ان هي هم حلوه يعني؟ شوف هذه تركيه صحيح؟ تركيه. من احسن هاي لو هاي؟ نفس الشغل التركي بس الموديل يختلف. نصوت نصوت يا شباب، هذه لو هاي؟ شوف واحد يقول هاي واحد يقول هاي. وبصراحه حكي بيني وبينكم اثنيناتهم حلوات ها، بس هاي بيها تفاصيل احس اكثر. أضخم كنتور مالك مترين وعشرين، هذا مترين وخمسين. مخاف ما يكفي بالمكان. فعندك هاي غرفة مية مية تقعد. هاي مية مية. هاي تقعد مية. يلا بس إحنا شو نريد من عندك؟ تعال فارو، نريد نوديها للمكان. عندكم وسيلة نقل؟ نقل وشد مجانا. لو إحنا بسياراتنا. نقل وشد مجانا وضمان تقسيم. كل هذه؟ كل على الشركة. بس هسه. هسه. الآن. هسه. يلا. طلع لك تومر. يلا توكل على الله. نريد تخم. أوكي. ولو انا شفت كل التخم اللي عنده كبار. كل 10 مقاد عندي هوني. كل 10 ها؟ كل 10 المكان ضخم. هذا الاقل شيء 5 في 5. اي لا يتحمل، احنا اللي يعني قاصديهم ما يتحمل. صحيح. زين، ميز طعام بس هم كبير. عندنا هذا الميز هم ابي 4 كراسي، كل كرسي له هو الموديل. ها، شفت هذا ممكن ليش؟ لان بي 4 الوان، يعني اي تخم بي 4 يرهم له، مو صحيح؟ كل الالوان. اذا هذا مرتب صغير وبالوان، يعني اي تخم نشتري يتلائم وياه. هذا اي هذا. هذا. اذا نريد هذا والغرفة. كل مستلزمات الإنارة والكهرباء وما يلحق بها من منزل صالح للإقامة والسكنة. السلام عليكم عمي، شلونك؟ فرصة سعيدة. أبو منو؟ أنا أبو عبد الله. أبو عبد الله الوردة، نتشرف بيك. إحنا جايين نأثث، نقدم تأثيث وكذا وهذا. نريد عونتك. شنو ممكن اللي يفيدنا وشنو ممكن اللي يقدمه؟ ها؟ حاضرين إن شاء الله. وتشوفنا يعني. شنو تحتاجون؟ ثلاجات؟ انواعها. نحتاج ثلاجه. ثلاجات من البدايه؟ ايه. ثلاجه، غساله، طباخ، براد. يعني هيك احجام 10 لو اقل. ايه. ايه. 10 قدم. هاي كلها نوعيات مو نوعيه واحده. انواع مختلفه. ايه. كافه الاحجام والانواع موجوده. زين، هاي الثلاجه اوكي. غسالات كافه الاحجام موجوده. اكل فول اوتوماتيك. ايه. واكو جانبي. هسه منو المطلوب اكثر؟ اكثر الرأسي لان اقتصادي على الكهرباء، ما تسحب امبير او اقل الامبير.
هاي اي بدون حامي مي هاي تاخذ هذا بهيترات تحمي مي تسحب تيار عالي زين واكو الحوضين اللي هي لا حوضين كبيره العاديه كبيره لا لا هذا الحديث فول مو فول تمام زين وهذا البلازما ها شاشات باحجامها شتري موجود كافه الاحجام والانواع وطباخ طباخ هاي كل الاحجام موجوده اتوقع هذا اللون هذا استيل هذا النايلون اي اي عندك هذا التركي نوعيه زينه وسعره شباب الكاونتر اللي سويناه يا لون مو بيه حمر بحمر يعني الطباخ هذا الاحمر يجي وياه الماروني الماروني اي نريد هذا تركي درجه اولى صار وبراد براد هم لازم بلون احمر حتى يصير سيت واحد شفت احنا شبه كملنا والحمد لله باقي عندنا المبرده السلام عليكم هاي بقى كل الاحجام السلام عليكم شلونك حبوبي اخبارك ابو منو ابو راشد ابو راشد ابو راشد قول شو تريد تقول ذاك ذاك ابو المحل جوا ابو مين احنا ما نريد ابو المحل احنا نريد المبرده هذه نريد هاي عمي هاي 2000 شنية؟ حجم 2000 حجم 2000 مشاهدينا الكرام بعد مرحلة التأثيث من الأخشاب ومرحلة التأثيث الأجهزة الكهربائية احنا الآن نرجع للسكن وننتظر الشباب انهم يجيبون الأثاث حتى نشدهن في البيت وبعد هذا كله لازم أفكر أنا وياكم شلون نرجع مرة ثانية لعزيزتنا أم محمد ونفرحها بس إحنا بعدنا بهذه الخطوات إلى أن تكمل بصراحة يعني إحنا البحث وجارينا هذا الموضوع صار يعني أكثر من يوم ولكن اليوم التنفيذ أصبح من الصبح ولحد الآن عصراً وإن شاء الله شوف من واحد يريد يعني يفرح شخص أو يريد ينجز من يريد ينجز يحاول بكل سرعة يمكن إحنا في بعض الأحيان إذا نريد نسوي شغلة نكون بطيئين نقول باكر اليوم نجيب شغلة عقبة في حياتنا ولكن من تحس أكو إنسان نايم ما مرتاح نايم بلية سقف نايم والمطر يخرخر عليه نايم جوة تشينكو بعز الحر والصيف لا ما ممكن فنتمنى احنا كمؤسسة اعلامية نقدم لحالات ونعرضها بالتلفزيون حتى تكون حافز ودعوة للحكومة لكل واحد محتاج يقول لك مثل ما هاي المرأة راح تفرح مثل ما هذا الرجل يفرح لازم احنا نفرح الجميع كون احنا في بلد غني ما من يعني ما من الممكن ان احنا قصد تشهير قصد عرض قصد لا ابدا والله الا بوسه شو اسمك محمد حمودي مشكور فاحنا يعني بعض الاحيان لما هاي الحالات تعرض حتى هي تكون دعوه وحافز حافز للي عنده مثلا بس ما عنده المبادرة أو حافز إلى وهو هذا الأهم إلى أصحاب القرار حتى تكون مساهمة فعلية للقضاء على أزمة السكن والقضاء على الفقر وهذا حتمي لأن احنا عندنا فلوس هواي بالعراق فالمفروض ان احنا ما عندنا فقير المفروض يلا حياكم الله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شنو شو تأخرت علاوي؟ والله شوية الزحامات. هذا علاوي النجار. الله يحفظك. ها؟ وأبو زمن؟ أبو زمن. أبو زمن. ازدحام. الحمد لله. أخرتنا؟ لا ما أخرتك بالعكس. صار الليل علي لو. الله يعزك. هذا أبو حمودي الأصيل. هلا بالغالي، هلا بالذهب يحفظك. حبوبي. يحفظك الله باكر. خو ما تعبتوا؟ لا والله إن شاء الله تعبكم راحة وتتدللون خدمتكم إن شاء الله. المهم إحنا السيارة ذيك وصلت مال الأجهزة
بقت هاي الاجهزه مصير غرفه النوم ها والسياره مال التخم هم وصلت زين باقي بس الغرفه ننتظر لان كلنا وصلنا وانتم ما جيتوا لا ان شاء الله هسه خلصت يلا واحنا مثل ما قلنا اليوم نشدها ها ان شاء الله يلا نتوكل على الله اهلا وسهلا شلونك طيبه منو منو ام علي ام علاوي الورده ناوي المنطقه اي والله بالمنطقه وين بيتكم بيتنا بالرفاق لا تشوفنا قريبه مكتبي والله ما شاء الله اي والله مكتب مال تعليم السياقه تعليم السياقه نعم. انت تعلمين السياقه نعم اي ممتاز يعني هسه اللي تجي لك تعلميها سياقه نعم الفتره ايش قد الدورة كلها 10 ساعات بس مجزئيها 3 كورسات اي الخمسة ايام ساعتين باليوم نعم والسبعة ايام ساعة ونص والعشرة ايام يوميا ساعة حسب الطالبة تجي شو تريد شنو اللي يناسبها بالكورس وتطلع فعلا تسوق نعم. ممتاز يعني احسبها الوقت 3 ايام 4 تسوق شارع خلها مناطق منصور حي جامع القادسية الكرادة وعندكم تعاون مع مديرية المرور نعم. نعم. الاجازة والهذا نعم. ممتاز ممتاز شغلة حلوة ولو جديدة علينا مو؟ اي طبعا جديدة بس مناسبة مثل يعني اللي انا محتاجة هذه الوظيفة صاحبة اطفال 2 ومطلقة ففاتحتها يعني رزق لي والاطفال لا وكامرأة هي تشتغل وتقودها مباشر هذا ينطي ثقة عند الحمد لله رب العالمين عموما احنا هاي المنطقة نعم اختاريناها لان هنا عندنا ام عزيزة راح تجي تسكن بيها شلون هاي المنطقة؟ لا كل زينة المهم ناسها زينين الحمد لله ان شاء الله صار لي عمري هنا رغم مو يعني مو منطقتي بس كلهم اهلي واخوتي هنا انا ممتاز بالمنطقه اذا احنا اطلب منك طلب باكر احنا اليوم مشاهدينا الكرام على ما يبدو ان احنا الوقت راح يصير متاخر بين ما جبنا الغراض وبعدنا متواصلين وراح نشد الغراض نعم احنا جاي هنا من الصبح والله ما ادري ايه المهم فانا اقترح ان احنا باكر نبلغ ام محمد وباكر نجيبها ويا ريت انت تكونين موجوده نعم على ها حتى تستقبليها بعد هاي جارتك صارت اكيد ها اكيد الله يخليك بارك الله بيش معلاوي فرصه سعيده تعرفت عليك مشكوره مشكوره معلاوي الله يخليك اذا المشاهدين الكرام فعلا مثل ما قلنا ان احنا صار دينيلين واجراء الشد والهذا يحتاج لوقت بالرغم احنا يعني كنا يعني متحمسين مستقتلين على ان احنا اليوم ننجز بس يعني ما نريد نجيب وننقل المرأة بساعات كلش متاخره من الليل فان شاء الله باكر ان شاء الله اذا خلانا الله من اهل باكر ان شاء الله نروح وناخذ ام محمد ونجيبها لسكنها الجديد وان شاء الله عتبه خير العيش مفضل الجوانب أخضر واليوم من نسج السحائب أنضر مشاهدينا الكرام طبعا بعد يوم متعب كان يوم أمس بس هو ممتع ليش؟ لأن يعني كانت هنالك أمور ممكن تنجز بأيام طويلة بس أنجزناها بنفس اليوم الحمد لله والشكر وبقى فريق الكبير فريق برنامج كلام الناس يشتغل من البارحة حتى اليوم الصبح وصولا إلى ظهر هذا اليوم إحنا متواصلين في العمل قررنا أن إحنا نجي نزور أم محمد ونقول لها يا أم محمد إحنا نريد نشوفك مشتاقين لك اولا بعدين انت وعدتينا تسوي لنا خبز العباس باول زيارتنا لها ولكن راح ناخذها لذاك المكان الجديد مالتها وهناك هم تسوي لنا خبز العباس وهم احنا نفرحها ونقلها هذا مكانك الجديد ف
فكونوا ويانا بتفاصيل هذا اليوم. طبعا يمكن ساحبه خطيه كهرباء، هذا واير جديد. ها ام محمد طبعا طالعه، ام محمد ما موجوده صحيح؟ شوفوا الباب مقفول من برا. ام محمد موجوده؟ كنا بانتظارها مع جمع غفير من الأطفال الذين شكلوا تظاهرة عفوية لتهنئتها على ما نالته من جميل العطاء. فضل ما مفتح الباب مش فضل. لا احنا ما راح ندخل، بس احنا نريد مي. افتح الباب، لازم افتح الباب. احنا لا ما يحتاج، احنا نريد من عندك الوعد اللي وعدتينا به. قلت ان انا راح اوكلك خبز العباس. اي طبعا اكيد هذا الشيء غالي ببالي. مو صحيح؟ اريد مي حسوني. حسوني افتح الباب. اي شنو الاصداء بعد الحلقه؟ الاصداء اولا تليفون ما بطل بخير وبروك ام حمود، تستاهلي ام حمود ورده، الله صبرتي، الله عوضك، الناس كلها ما شاء الله فرحانات لك. اللي جالي اللي اتصل بي بس يجون ما يقولون ام محمد انت ببيتك؟ يا بيتي بيتك ما سعد بوطج البيت. يا بيت ما اروح على اذا صدق الحكي اسلم عليكم على الاقل ام ولد ذاكر عشراني. صح. الحمد لله يعني فرحت لي الناس فرحانه لي، يعني حسيتك وناس تحبني وهيك الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله وشكر على نيتك وعلى موقفك. لله الحمد لله الحمد. وهذا الشيء كلش كلش واشوفهم استغان هسه الحمد لله، يعني الحد عندي انا مسافه عادي وهو والله شاهد اشوفهم مستغربين شلون رحتي شلون هذا والمسافه بعيده وهذا. قلت والله شو انا ما اعرف شنو اللي صار عندي يعني فد قوه ودفع، يعني صار عندي يوم حماس الحمد لله والله العظيم الحمد لله. رحت ما فكرت باي شيء، المهم الحمد لله والشكر هو على نياتي وهو الله اللي قدر بالنيات. صح. لا بس انت صرتي معروفه. ها ماكو هيك سوي ما اروح يعرفوني. البنيه راسلتني قالت لي انا سويت صفحه جديده. نو سويت صفحه جديده، سويت ايقونه الرحمه. ممتاز. أيوة والله. ام محمد سويت لها صفحه جديده على الفيسبوك. اي فاتن ايقونه الرحمه. فاتن ايقونه الرحمه. هسه الناس راح تضيفك ان شاء الله ويشكرون من عندك. شكرا. نروح ناكل خبز العباس بس بغير مكان، نروح نختار لنا يعني ممكن في مكان. انا خبز الكوب بايدي، خبز العباس. انت تخبزين؟ ها ممتاز. وين تخبزين؟ ما بيتنا و بدي اغديكم لازم. هذا ضروري. انت شايف السمك شلون اشوي انا بعد بصراوي وشو السمك؟ خلاص احنا الغدا ان شاء الله بالايام الجايه ان شاء الله هم نجيك وطبخينا ان شاء الله. بس هسه نروح نسوي خبز العباس نتبارك به ان شاء الله. يلا نتوكل على الله. نتوكل يعني نقفل الباب بس نقفل الباب المي. يلا الله يعينكم. نال الجهال عقال عندكم. ها انا صاقرتها مسكر دول عباس. صورتها صوره هناك ذاك. شلونكم؟ صعدكم هنا؟ ها؟ الله يعينك. هاي يصعدون هنا ها؟ الله يعينكم. لابد من جولة في السوق لشرح عدتها في إتمام الوجبة التي عرفت بها، توزع خبز العباس. وفق الطقس الأهلي المعلوم يفرق هذا عقب تحقق مراد النذر. زين هاي الخضره شلون زينه ولا انا مو مسوكتي؟ مستنقلنا شكم وحده زينه، مو كلها زينه بس مستنقل زينات. اي لين جاي متاخر احنا شويه. اي اي ها هاي كراس. كراس هاي اثنين. ممكن تحسب لي هذين وين الولد اللي يبيع؟ هو الولد. اي شوف لي على هذين نعناع. خلنا ناخذ نعناع كم تعبان. وين مات البصرة؟ فرق. هاي عيني. شوف ذني ايش قد زين. سيبني عفوا ما حسبتها. وبعد شنو ناخذ وياه؟ خضر. هاي مخضر هو بس خضرات. بس خضره وجبن. اي بس هاي. مو؟ اي. يلا. السلام عليكم. شلونكم؟ كاتب جبن عرب. السلام عليكم. عندك جبن عرب؟ اي ما شاء الله. شوفي ام محمد. هذا الجبن العرب. هو هذا الجبن العرب. ها؟ اي. اي نريد منه هذا. هذا شلون الملح مالته؟
ما اشكرك. اي طيب الحلو. اوكي يلا نريد من عنده هذا حبيبي. وين انت تخبزين الخبز بالتنور بالبيت ها؟ لازم تاكل خبز لازم ضروري. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. ماكو احد ها؟ شباب. السلام عليكم. هاي كلمه. نخلي الفلوس هنا ولا اخذ الخبز؟ اوكي. زين شو سعر 2000؟ سعر 2000 حسب اخذنا. وين انت عايف رزقك ورايح؟ ها؟ وين كنت؟ تخابر؟ شلونك قواك الله؟ ايش قد ناخذ؟ كيسين؟ كيسين؟ يلا. نرد نخلي الفلوس ونروح. نرد نخلي الفلوس عبالنا قلنا وين نلقاك؟ هاك عمي. لا الله يرزقك. يلا في مال لا. يلا حسوي تعال. مشكور. يلا حجيب ايدك. انا قبل لا تجولي بيومين الجاي الاولى تسوي هريس. هريس؟ اي متعه هريس. اي وهسه قالوا لي لا، قالوا لي مش معنى نسوي لنا بعد هريس، انت ما عندك زياره. اه اي لان انا اسوي هريس يحتاج لها انه يراد لها طحن زايد. اي هو والادوات كلها انا اجيبها يعني. بس هسه شنو نزل جديد؟ ما اعرف الناس قاعد يعني اخذت بيه هنا لو بعد. اي انه اكو اجهزه مختصه لل هرس. اي هذا يعني تنطي للزوجه اكثر للهريسه وتكون اطعم. والله اسويها هي بالمدراخه وهاي تدش المنطقه من سنه لسنه ينتظروني. ما شاء الله. والله ليش؟ لان انا كلش اهتم بها، اخليها اخلي اصب روحي بها صب. ما شاء الله. انا اهتم بها. يعني اخليها حليب واخليها هيل واهرسها احد بحيل بالمدراخه. اي بعد انت لازم اي عبالهم بالخلط. الله شهر مو خلاط الله الرحمن الرحيم بالمدراخه. قواك الله. هسه هم شرف. هسه هم طلبوا من عندي اسوي لهم هريس، قلت لهم بعد ورا مو فتره اذا الله خلانا. ماشي ممتاز. ورا الزياره. يلا ام محمد. وين 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 الخضره وين؟ ها يم حسين. يلا. لم يطرق بابها من قبل طارق لا في النهار ولا في جوف الليل. أم محمد احنا اليوم الصبح كنا ويا أم هم عزيزة مثلك تعرفنا عليها فقالت أنا أتمنى يعني نقعد ونلتقي وهذا فحكيت لها نفس الطلب. قطع كلامك نفس الطلب يعني بخاطر ويراودي دائما أريد أشوف دنيا دنيا. ايش حبيتها ويعني ايه؟ ورده اعطيها هديه يعني. ايه؟ والله ضروري. اي والله راحت عن بالنا المفروض صدق. ايه؟ نجمعكم ايه سوا. هذا الشيء والله شاهد. ايه؟ بالي يعني انا. ايه؟ الاخت اللي تحكي عنها ما اعرفها. لا الاخت ما لها علاقه بالموضوع. ايه؟ بس يعني بما ان الكهرباء ما عندك بالبيت. اي لا سويتها. اي بس هسه من رحنا شفنا الظلمه يعني مو اي طالعه خطفت ابي. اه عموما احنا شنو نقول؟ نقول نسوي يمها الخبز مال عباس. ما بيها شيء. نسويها يمها. احنا تبارك يمها وهي تتبارك. ما بيها شيء. خير وبركة. بعدين نرجع نكمل حوارنا بالبيت طالما انت سويت الكهرباء. سويتها. ممتاز. اذا هسه انت ما عندك مانع نروح صح؟ لا لا. ممتاز. توكل على الله. اتمنى جئنا بها لترى بام عينيها. كانت مفاجأة سنرى وقعها عليها. السلام عليكم. اهلا اهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ هاي ام محمد. مو قلت لي بالمهله تفضل. السلام عليكم حبيبتي. شلونك؟ اهلا. شلون هذا ابنك؟ لا بنتي. ما شاء الله. احنا نريد هنا قلنا نريد نسوي الخبز. شلونك؟ زين تعي هنا يمنا ام محمد. مو صحيح هنا؟ قلت اساعدها بال هسه انت تسوينه طبعا. احنا يعني ما نريد نكرر حتى يصير الكلام نفسه ممل وكذا وانت هيك وانت ما شاء الله عليك عزيزه وغاليه وهذا. وبما ان احنا حتى نحكي بالمفيد
بما ان حكيتي ويا الاستاذ انت اي الله يطول عمرك وطلعتوا بالاخبار ظلت تطلع بالاخبار ومحمد ها اي عموما احب اقول لك ان يعني حكي وياك وقلت لك يعني ما يصير ان انت قاعده بذاك المكان وهذا فاقول لك ان هذا المكان انت راح تقعدين به ومو كان ما تقعدين بذاك المكان انت مو كان ما تقعدين بذاك المكان هذا المكان اللي راح يصير مكانك واثاثه عشان ما يحبك انت هنا راح تقعد حسوني ها هذا ببيتكم انت صدق لا والله اي والله والله زين بتروح لك انت من يوم اللي شفناه لحد هذا اليوم احنا ندور على هذا المكان ونأثث به ومكان حلو تشكنم مثلي مش بدك تحكي لا بس احب بعد خلينا نستوعب بعد ما كل حلالك بس خلي استوعب بس لحظه ايه شو الالوان ها وال اموت على الاخضر الفسيخ شلون عرفتوا احب الاخضر يما في دول عينك علاوي في دول عينكم يعني اني ما التعبير يخوني راح الاضاع الحاجه كلها ضاع بس انا اللي يخطر على بالي حاليا اني ادعي لكل من اسس وساعد وساهم ولو بشيء صغير لاسعادي يعني لتحقيق حلمي في دول قلبك عيوني فدوى لقلبك عيوني الله يخليك فدوى لقلبك فدوى أخت عزيزة أخت عزيزة والله الله يخليك عيوني خوتك يما لا لا تعال قل بوسة لك هذا صار بيتنا بعد ما مستوعبيني بعد الله يعزك يا أنا هو أنا ما أريد أعطيكم نبذة قصيرة يعني الله هو اللي يعرف أنا جقد كافحت بحياتي وجقد تعبت يعني اشتغلت أكو شغال يعني متعبة وصايمة كنت وأبذل شغل وأجهد وعني الجهد وهاي وما بد ما تمللت يعني وأبد ما اشتكيت الأقرب الناس ما قلت لهم أنا قاعدة في هيك بيت أو في شيء وهاي وحتى كل الناس يجون يعيبون على بيتي وأقول لهم هذا أنا أشوفه الله شاهد أشوفه جنة يعني وكانت أكثر أحلى من كانت جهالي بنورية وهيك فالمعروف عني ما أحب أحمد بنفسي إني كلش قنوع والله العظيم الحمد لله كلش قنوع يعني احنا قلت لك احنا تدري يعني هنا شفنا هنا نفتر بالمنطقة ردنا أقرب شيء عليكم فاجعوني قالوا لي تعال شوفي المرأة اسمهم علي يعني زين والنظيف والله أي والله عمارة حلوة لا هي هاي منطقتي أنا كنت يعني فترة مراهقة كنت صغيرة كنا بالسمكة عناد عبد اللاعب جاري الله يرحمه علي حسين الله يرحمه كانوا جيراننا كان علي حسين وبل ورانا وعناد عبد كان قبل ما يسافر كان هاي يعني كنت ترعرعت احنا كنا شو مفكرين احنا شو مفكرين قلنا نعمر بيتك اللي انت بيه انا ما مرتاحه نفسيا بعدين قلنا ايه بعدين قلنا لا يعني نحاول نشتري سرقفليه وكذا وهذا بعدين الشباب قعدنا نتناقش قلنا لا ناجر بس مكان راقي وان كان الايجار هذا يعني مو رخيص وندفع سنويا افضل مما نقعد نرمم ونسوي انا هيك برايي يعني ما اعرف اذا انت راضي او مو راضي عشتيدك يعني انا هاي صار يومين الناس ام محمد اثاثك وين تودينا قلت لها دشوش ليش ام محمد اعطينا عافيه ليش قال شنو بعد ليش راح يطوش اشتروش بيت ويأسسوا هسه انت الاثاث راح تنطي اساسي ما انا وعدتهم لازم ايه لا وعدتهم ايه يلا خلينا نشوف المره شو تحب البيت المطبخ ايه عسى ان قلبك عسى ان المطبخ ايه المطبخ ان انت بسم الله الرحمن الرحيم عاشت ايديكم عاش ذوقكم وعاشت ايديكم تسلمون والله يعني هذا اكبر اصلا ما المهم هيك ما حلمت انا حتى بحلم اللي يقرا ما احلم هيك يعني انا يعني اتمنى احصل على وظيفه زينه اتمنى هيك يعني اتمنى اعمر بيتي هاي يعني طموحاتي غير واحد يعني طموحاتك على قدك اذا اكثر يعني وانت على قد امكانيتك تصير انت يعني حالم هيك واهم يصير مو حلم فلله الحمد والله ما قصر وانا يعني الحمد لله وشكر والبنات محمد احنا نحبك انا صديقاتي كلها قديمات يعني اقل شيء في 5 سنوات كلها مع الطفوله مع المراهقه توني متزوجه يعني 20 سنه 15 سنه والله احنا صديقتي ام سجاد الكهية طبعا خليت اذكرها قالت لي وليش راح اخذ صورتك بنتها قالت لي يعني انت مو اخت مروه
شو يوم على بيتها، مو شو امش يوم واحد وبيبتي واحد، يعني عبالها احنا خوات ما يعني كثر ما صديقات، لان هي من هي فتحت عينها على الدنيا واحنا اختي واختي هجبت بنيا سبحان الله ولله الحمد. فشو يقولوا لي؟ الحين بعيد ما نقدر نفارقك. تمام؟ لا لا الحمد لله العدل اختارين المكان. تمام ما اقدر افارقكم. اي انا هذا ال الثلاجة، هذا الكاونتر، هذا الطباخ، ها اللون احمر، ها النسقي ويا هذا، ها عشت ايديكم عشت ايديكم، يعني والله العظيم ما اعرف ايش اقول، والله العظيم ما اعرف ايش اقول، لا على البال لا على الخاطر. وارجع واكرر اني من طلعت المتظاهرين والمظاهرات ابد ما كنت حرام، والله ما كنت طمعانه من شيء غير بس من ربي، والله انا اعرف كنت اعرف ربي راح يعوضني والله، بس انا ما توقعت هيجي. وعلى فكره اللي ما ذكرت لكم باللقاء السابق، انا ترى رحت ظهرت بالمطار بالليل. ايه رحت ايه انا صورت المظاهرات. طيب خلي شوفك هاي الغرفه مالتك انت، و اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله محمد. يا رب يا رب فدواتك يا رب، وحسوني يما تخبل فدوى. اللهم صل على محمد، الله يديمكم يما يريح قلبكم مثل ما ريحت قلبي ويفرح قلبكم مثل ما فرحت قلبي، والله العظيم. زين سؤال، هذا منو؟ هذا في جوارين، هذا في جوارين الجار مو محمد بعد، هذا على جارك حبيبي. اي على العموم يلا احنا هسه يلا سوينا الخبز. اي اي سوينا الخبز. ام علي عندها مكتب مال تعليم سياقه ما شاء الله، ها فم لازم تعلميها سياقه. اي والله علميني حبيبتي، وتصير شجاعه ها حتى بالسياقه ان شاء الله بحيل الله قوته، صرت جاكيه ما سياقه. اي عموما ام محمد احنا مو هنا وخلصت شغلتنا، احنا موضوع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه كذلك تواصلنا وياهم. قل فضحتكم فاتن، ها قل فاتن فضحتكم. اي احنا لا تواصلنا مع احد النواب المختصين باللجنه لجنه وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. اي اتصلنا بالنائب حسين على مود، والرجل هو للامانه هو اللي اتصل على هذا بعد ما شاف شنو انت ذكرتي، قلتي وينهم انا صار لي 5 سنين اراجع وما سووا لي الراتب بس ياجلون، فاحنا راح نخليش متواصله مع مباشر زين حتى ياخذوا شرحين تسوين والله يا ريت الراتب مالتك، والله يا ريت اتمنى. يعني صراحه هوايه تطورت هذا الشيء انا، لان هو يعني هم بي كانت بي خدمات، كان عيديات بي، كان بي قطع اراضي لل يعني للارامل والمطلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، خير ان شاء الله. هو هسه الان انتظار. مرحبا سياده النائب. اهلا وسهلا ومرحبا استاذ علي. انت شفت الحلقه ان ام محمد ذكرت اكثر من 5 سنوات تراجع وزاره العمل وما طلعوا لها الراتب مالتها. شفت الحلقه استاذ علي، واحنا حاضرين انا نائب رئيس العمل، واذا تفضل هي حتى نرتب لنا الموضوع بشكل سريع وان شاء الله ما يتاخر يعني. بارك الله فيك استاذ حسين عرب، مشكور مشكور، مع السلامه. نائب رئيس اللجنة البرلمانية مال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بصراحة احنا اتصلنا بوزارة العمل ما حصلنا جواب منهم حتى نحكيه قدام العالم، فبقينا ننتظر. الرجل اتصل بعد شاف الحلقة ومبادرة الشرقية معك وانت حكيتي قلتي 5 سنين، 5 سنين مواطن يراجع على انا ماكو. فالان هسه احنا راح نخليك بتواصل مباشر حتى نشوف شنو يصير، نتائج لازم نذكرها مو صحيح؟ واحنا راح ناكل خبز العباس سلام الله عليه، سلام الله عليك، ونقول لك سامحينا من القصور يا لا ولا، وتحيات الجميع لك. ما بكم اي قصور والله، كفيتوا ووفيتوا وزدتوا بالكرم، والله زدتوا بالكرم. تستاهلين تستاهلين وتدللين ومشكوره. ما بين حال وضده يرقى الإله بعبده.
ونعمة تتجلى بين الشقاء والند. إن الحياة سجال ما بين حل وشده، ما بين غمضة عين يوفي الكريم بوعده.